معنا عبر سكايب دكتور محمد رحيم، الباحث بعلم الفيروسات والمناعة، كلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، يا صباح الخير أهلا على حضرتك بيك يا والشعب فندم، المصري الكريم. يا أهلا أهلا وسهلا بسيادتك. بيك. هل بتطوير هذا اللقاح نقدر نقول إن احنا نقدر نسيطر على كل السلالات المتعلقة بالإنفلونزا؟ طيب حضرتك، البداية الأول عشان خاطر نوضح دور الفاكسين أو إزاي الفاكسين أو اللقاح دوت تم، اللي هم العلماء أو الناس أو زملائنا بدأوا اللي هم يفكروا فيه. زي ما حضراتكم عارفين اللي احنا فيروسات الأنفلونزا أو لقاح الأنفلونزا بيتم تطويره سنويا أو على حد أقصى سنتين، طبقا لتحوراته او طبقا للعترات او الفيروسات المتداوله على مستوى العالم، ودول بيتم منهم 4 سلالات طبقا لمنظمه الصحه العالميه 2022. في 2021 منذ ظهور جائحه كورونا في 2019 2020 بدا العالم كله يتجه ان احنا ازاي نطور لقاح شامل حتى كمان في الكورونا والانفلونزا والفيروسات التنفسيه في الانسان، وبالتالي خدنا مثال منه الانفلونزا لان احنا دارسين اكتر الفيروسات الانفلونزا وعارفين التركيب الجينومي والانتيجيني بتاعها منذ قرن تقريبا. فبالتالي تم العلماء اللي هم يفكروا ايه اللي احنا ممكن ناخد لقاح شامل لفيروسات الانفلونزا. الحاجه الثانيه، فيروسات الانفلونزا زيها زي الكورونا وفيروسات اخرى بيتم انتقالها من الانسان للحيوان والعكس، وخصوصا بعض الطيور وبعض الحيوانات الاخرى وبعض الطيور البريه. العلماء فكروا لقوا ان في 4 فيروسات تم اختيارهم بناء على التركيب الجيني والانتيجيني ليهم، والاربع فيروسات دول هم فيروسات من انفلونزا الطيور، ودول موجودين ومتعارف عليهم. تم اللي هم اجراء الاختبارات المعمليه ليهم على نوعين من الحيوانات، وتم اللي هم اكتشاف او توضيح ان الفيروسات ديت بيتم حدوث او بتدي اجسام مناعيه بشكل كبير جدا وبتصد ضد 6 أو 7 سلالات أخرى غير الفيروسات اللي هي موجودة حاليا، بالتالي بتديني برود رينج للفيروسات اللي هي الهيومن انفلونزا اللي موجودة في العالم. الشيء كمان النوفل اللي كان في الموضوع أو الشيء اللي هو جديد في الموضوع، فيروسات الانفلونزا بيفضل دايما ان احنا نديها عن طريق الحقن، ولكن الاختبارات المعملية بتؤكد اللي هو الفيروسات التنفسية الانفلونزا وكورونا يفضل اللقاح يكون عن طريق الأنف، نظرا لان الفيروسات ديت مش حتى اللي هي مناعتها فقط، ولكن الفيروس النهارده اللقاح ما بيتمش الصد بنسبه 100%، لما فايده اللقاح اللي هو بيمنع انتشار المرض من انسان مصاب لانسان مخالط ليه. طيب دكتور، يعني في حاله انه هذه التجربه اثبتت صحتها وقوتها، هل تعتقد اننا بكده نقدر ان احنا نقضي على أي وباء متعلق بالإنفلونزا؟ وممكن يعني حضرتك تحدثت عن النقطة المختلفة أو الجديدة بالنسبة لهذا اللقاح تحديدا أو لهذه التجربة تحديدا، بس عشان نبسطها أكتر للمشاهد ممكن يقول طب ما احنا كده كده في الصيدلية عندنا، يعني بناخد كل أول موسم بنروح الصيدلية وبناخد الحقن اللي هي بتحمينا أو لقاح الإنفلونزا أو أي مكان بقى تسميتها بالنسبة لنا. طيب يا فندم حضرتك، اولا لقاح الانفلونزا المتداول حاليا او حتى المعروف اللي هو الابديتد في 2022، الدراسات المعمليه او الدراسات البدائيه اثبتت ان هو بيدي من 50 ل 70% حمايه فقط، نظرا اللي هو بيعتمد فقط على المناعه اللي موجوده في الدم وقليل من المناعه الخلويه اللي موجوده في الجهاز التنفسي. اي فيروس تنفسي في الانسان اهم جزء منه يميزه او اهم جزء اللي احنا دايما بندور عليه، وخصوصا بعد ظهور الكورونا اللي احنا ازاي نطور مناعه في الجهاز التنفسي. يعني اللي انا النهارده لو انا قدرت ان انا اوفر كميه اجسام مناعيه وكميه مناعه مخاطيه وخلويه في الجهاز التنفسي العلوي، بالتالي هيبقى فرصه اصابه او فرصه الاصابه من الفيروس ده قليله جدا. ولكن الفيروسات او اللقاح الموجود حاليا بيتم الصد ولكن بنسبه بسيطه، وعرضه اللي انت نقدر ناخد العدوى موجوده ما زالت موجوده بنسبه عاليه. وكمان الشيء كمان الموجود اللي اللقاحات الموجوده حاليا مده مناعتها او مده المناعه من 4 ل 6 شهور فقط. اللقاح الجديد او الناس او العلماء بناء على الدراسات المبدئيه او التوقعات اللي موجود اللي بدات حاليا من 27/6 اللي فات ده على الانسان، اللي اللقاح ده هيتم اعطاؤه عن طريق حاجتين اللي هم الحقن وعن طريق الجهاز التنفسي، وبالتالي اقدر ان انا احصل على نوعين من المناعه، مناعه الدم الاجسام المناعيه والمناعه المخاطيه، وبالتالي اقدر ان انا بشكل كبير جدا اسيطر او امنع
اول حاجه اللي انا اساعد المريض او اساعد الانسان المحصن من العدوى. الحاجه الثانيه اساعد حتى لو جاله العدوى، ودي مشكله الانفلونزا، اي انسان حتى لو واخد اللقاح وجاله انفلونزا يقدر يعدي الانسان الاخر، يعني نظرا اللقاح يا لان فندم عشان برضو افهم الحته دي من حضرتك، يا اللقاح يتاخد عن طريق الحقن او الانف ولا الانف الاثنين؟ ده في التجارب يعني البدائيه الكلينيكال ترايل اللي تم تصميمها ثلاث مجاميع، في مجموعتين هيتم الاول لازم يفضل، هم قالوا الاثنين عشان خاطر دي فائده الدراسه او دي لازمه الدراسه، اللي انا هدي عن طريق الانف ثم عن طريق الحقن، دي اول مجموعه وتشمل 15 فرد في الكلينيكال ترايل 1. والمجموعه الثانيه هبدا احقن الاول وبعد اسبوعين هبدا ادي عن طريق الانف، فبالتالي عندنا الفرصتين، انما عن طريق الانف لوحده غير كافي، وعن طريق الحقن لوحده يبقى بالتالي انا برجع للقاح القديم. الحاجه الثانيه كمان جدا اللي مهمه جدا، وده حاليا تم التواصل معانا في انجلترا اللي احنا نبدا ندور عليها، اللي احنا هل اللي احنا اقدر استخدم اللقاح ده هيتم استخدامه في الطيور ويتم استخدامه في الانسان، بالتالي عندنا هيبقى فرصه، لانه حتى في التجارب السريريه اثبتوا اللي هو يقدر يصد ضد بعض السلالات من انفلونزا الطيور في الطيور نفسها. طيب عظيم جدا، فبالتالي اتفضل يا فندم. فبالتالي يا فندم يبقى انا عندي قدرت ان انا امنع الاثنين، يبقى انا مشكلتي النهارده في اوروبا مثلا، النهارده من اخر سنتين دول من اكتر المواسم اللي فيها مشاكل كتيره جدا جدا من انفلونزا الطيور. انفلونزا الطيور عامله مشاكل كتيره جدا في انجلترا، سواء على مستوى المزارع، على مستوى الطيور، على مستوى حتى بدات اللي هو ينتقل للانسان بعض الحالات في فرنسا وفي انجلترا. انما النهارده بخلال اللقاح دوت، هل اللي انا هقدر احصن الطيور ضد انفلونزا الطيور؟ يبقى انا بالتالي وهحصن نفس اللقاح ضد الانسان، يبقى انا قفلت البابين او قفلت الطريقين، اللي انا هبدا الانسان عظيم. والطيور او اللي هي اخطر او اكتر حاجه احنا كونتاكت معاها، سواء اكلنا او سواء تعاملاتنا او او سواء ممكن موجوده تكون في مؤذيه الطبيعه معاها. بالنسبه للانسان. طيب دكتور محمد، لو ثبتت هذه التجربه او ثبت نجاح هذه التجربه، هل نقدر نستغنى عن لقاح كورونا؟ طيب اولا لقاح كورونا ما ينفعش ان انا استغنى عنه في الوقت الحالي، وده حتى حاليا في جامعه لانكستر اللي انا موجود معاها والتيم معايا، وده اللي احنا بدأنا نعمله حاليا دلوقتي، تطوير لقاح عن طريق الانف للكورونا، وبدأنا في الوقت الحالي نستخدمه في فيز 1، واثبت نتائج مبشره جدا 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 عظيم. بالمقارنه باللقاحات الاخرى. الحاجه الثانيه اللي انا بدأنا نفكر، هل اللي احنا يقدر انفع او اعمل يونيفرسال فاكسين للكورونا، لقاح شامل للكورونا؟ وبالفعل في اتجاهين، لقاح شامل للكورونا لان الكورونا ما انتهتش من العالم. كورونا حاليا النهارده لو شفنا في انجلترا مثلا دوله او امريكا النهارده البي اي 4 والبي اي 5 مشاكل كبيره جدا جدا جدا، وبدا يحصل وفيات شبيهه بوفيات في حالات او في سلاله دلتا. كورونا ما انتهتش من العالم، وبالتالي حتى حاليا في الوقت الحالي لازم الجرعات التنشيطيه، الشتاء داخل هنحصن وناخد معانا لقاح الكورونا، بس بشرط منظمه الصحه العالميه الاسبوع اللي فات اوصت بتطوير لقاح كورونا طبقا للعترات المتداوله البي اي 4 والبي اي 5. طيب دكتور، بما ان حضرتك معانا يعني برضو خلينا نستغل وجودك ونتكلم عن وضع كورونا في العالم. زي ما حضرتك قلت، في لسه موجود، لسه ما انتهاش، في بلاد بنسمع عن انه في ظهور بؤر كمان فيها، فيعني عايز اعرف من حضرتك الوضع العالمي، هل ممكن انه في وقت لا قدر الله انه نشوف موجات اخرى من كورونا أو سلالات من كورونا، ولا بما أنه في لقاحات واللقاحات موجودة في معظم الدول خلاص يعني صعب أن احنا نشوف مشاهد زي اللي شفناها قبل كده؟ طيب حضرتك يا فندم، عشان خاطر نكون صراحة، وطبعا ده طبقا لتقارير منشورة من منظمة الصحة العالمية في البورد في شهر 6، أولا لقاحات فايزر ولقاحات المتداولة بدون يعني جنرالي موجودة كلها بناء على الوهان سترين، تم الاعلان او تم الكشف بناء على الدراسات حتى كمان اللي احنا اجريناها فعليا عندي كمان في جامعتنا او في على مستوى العالم موجوده، اللي العترات الاولانيه او العترات الاولى اللي تم ظهورها لا تصد او لا تدي يعني لا تعطي مناعه بشكل كامل ضد الفيروسات او ضد العترات المتداوله. مش عاوز اقول لحضرتك كمان اكتر من كده، الاوميكرون عندنا في بي اي 1 وبي اي 2 بي 3 وبي اي 4 وبي 5. البي اي 4 والبي اي 5 حاليا بناء على الدراسات المعمليه وبناء على حتى الناس المحصنين لما خدنا منهم عينات دم وتم اللي احنا نعمل دراسات معمليه عن طريق الاختبارات معمليه، تمت اللي هي لا يدي اللقاحات الاولى لا تعطي مناعه لا تتعدى 10 ل 20% ضد الفيروسات المتداوله حاليا،
وده بالتالي حتى منظمه الصحه العالميه وحتى اخرى البعض الناس اللي ديفلوبمنت الفاكسين، وحتى انا عندي كمان في الجامعه عندي، بدانا ان احنا نفكر لازم لابد ان احنا يكون عندنا لقاح، اما لقاح شامل واما لقاح يتم اللي احنا نعمل له ابديت زيه زي الانفلونزا سنويا، بحيث اللي هو يقدر يدي نسبه تشابه بين الفيروسات المتداوله وبالتالي يديني نسبه مناعه. يبقى عندي تطوير اللقاحات ويونيفرسال فاكسين، وده بالفعل اللي احنا بدأنا نفكر فيه، وده في حاجات نوفل وممكن نقولها لأول مرة. اللي احنا بدأنا عندنا في فيروس اللي هي فيروسات اللي بتصيب البكتيريا، حاجة اسمها بكتيريوفاج، بدأنا اللي احنا نبدأ نثبت عليه بعض الانتيجينات في من الكورونا، بحيث اللي احنا نستخدمه كيونيفرسال فاكسين ضد 4 أو 5 من الاسترينات المتداولة على مستوى العالم، كبي اي 4 بي اي 5 كبي اي 2، وحتى لو ظهر حتى حاجة كمان نقدر اللي احنا نعمله بشكل سريع جدا بناء على خبرتنا المتداولة، وبالتالي كمان اللي احنا ممكن نستخدمه عن طريق الأنف والجهاز التنفسي، وده شيء مهم جدا 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 في الفيروسات التنفسية كلها. لابد اللي احنا نطور او يتم تطوير لقاح يتم اخذه عن طريق الانف، بحيث اللي هو يديني مناعه كويسه، وبالتالي الفرصه الثانيه اللي هو يمنع انتشار المرض. ودي اخطر حاجه على فكره، فرصه الكورونا والانفلونزا مش في العدوى فقط، مشكلتها اللي هي انتقالها من انسان لانسان 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 لحيوان زي القطط النهارده والكلاب، ثم رجوعها للانسان تاني. ده اللي بيخلينا نزور البي اي 4 والبي اي 5 والمتحورات، ولا تنتهي إذا لم نتم السيطرة على انتشار الفيروسات. انتشار الفيروسات يتم انتشارها عن طريق طبعا التباعدات والحاجات اللي هي الباي سيكيورتي والسيكيورتي بتاعتنا، ويتم الأخذ الآخر اللي هي لقاحات مطورة ولقاحات شاملة ضد الاعتيادات المتداولة. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، دكتور محمد رحيم باحث بعلم الفيروسات والمناعة كلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر، بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم.